وبرأيك بعد هذه التصريحات والهجوم المتبادل ما بين الحلف والصين، هل برأيك اليوم يضع حلف الناتو روسيا والصين في نوعا ما كما نقول كفة عداء واحدة؟ لا، يعني أولا اسمح لي أن أحييك وأحيي ضيفكم ومشاهديكم الأعزاء. العداء كلمة كبيرة، يعني عداء يعني حرب، يعني قتال، لكن هنا تتقاطع المصالح أحيانا وتتضارب في أماكن أخرى وأحيان أخرى. لكن اليوم الموقف الناتو بأغلبيته ما زال يشتاق أو يريد أن يبقى على فكرة الاستعمار الذي كان قائما، وهي أغلب دول، يعني أهم دول الأعضاء في حلف الناتو هي دول مستعمرة. فعندما نتحدث عن روسيا والصين الذين يريدون مساعدة هذه الدول المستعمرة سابقا، أكان في إفريقيا أو في دول الشرق أو في أي منطقة من بقاع هذا العالم، هذا ما يعني يثير غضب دول الناتو، لأنه هذا يقطع بأرزاقهم، لأنهم كانوا يستثمرون ويستفيدون من هذا الاستعمار، وما زالوا حتى لو خرجوا من هذه الدول إلا أنهم ما زال وجودهم مفروض، ما زالت سياستهم قائمة على هذه الدول، وهذا ما يعطل مصالحهم. من هنا يعني يأتي التضارب في المصالح ما بين روسيا والصين من جهة ودول الناتو من جهة أخرى. لكن ما يحصل اليوم، الحرب البديلة التي تقوم بها هذه الدول هي سيد الموقف، هي التي تتخذ في سياسات الدول الناتو، مثل ما رأيناه في أوكرانيا، مثل ما رأيناه في العديد من الدول المنطقة. هنالك حرب بديلة، إما بالإرهاب وإما بدول تتناحر فيما بينها، وهذا مما يجعل هذه الدول تستفيد على صعيدين: أن هذه الدول لا تفكر بالتحرر، لا تفكر بالاستفادة من مواردها الطبيعية كما هو حاصل اليوم في إفريقيا مثلا، أو مثلا في منطقة الشرق الأوسط. هذا مما يضر مصالح حلف الناتو، وهذا مما يغضب الناتو من الصين وروسيا، لأنهم يقفون إلى جانب دول تريد التحرر، تريد الخروج من هذا النفق المظلم التي كانت تسود مناطقهم من خلال الاستعباد ومن خلال الاستعمار القائم طوال هذه السنين الطويلة. ما رأيناه في أفريقيا هو خير دليل على ذلك. عندما تأتي الصين وتساعد الدول الأفريقية بالبنى التحتية، بالمساعدات المالية، هذا مما يغضب الأوروبيين وأعضاء في حلف الناتو أساسيين مثل فرنسا وغير فرنسا، لأنه هذا سيثير شروب هذه الدول عليهم، وهذا فعلا ما حصل. رأيناه في مالي، رأيناه في تشاد، رأيناه في بوركينا فاسو، واليوم في النيجر، ويعني السبحة تطول إذا صح التعبير. كذلك في منطقة الشرق الأوسط وجدنا أن هذه الدول المستعمرة والتي كانت تستفيد من مقدرات هذه الدول بدأت تتراجع، لهذا انقلب السحر على الساحل، وبدأت هذه الدول تبحث عن حياة أخرى، عن مجال وأفق آخر، مثلا مثل الصين ما بين الدول الخليج مثلا، والمملكة العربية السعودية والصين أصبحت آفاق كبيرة، مع روسيا كذلك، لأنه أصبحت الشعوب واعية، لم تعد يعني غافلة عما كان يسود في السابق. لهذا نبذ حلف الناتو والدول المستعمرة من قبل هذه الشعوب، وهذا مما يثير غضب هذه الدول. لهذا نقول أن المصالح متضاربة ما بين الصين وروسيا من ناحية ودول الناتو من جهة أخرى، وهذا ما يغضبهم حقيقةً.